وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات وأهم تطورات المشهد لديك؟ نعم ريهام ومحمد، تحية لكم. بالفعل انطلقت بعد ظهر اليوم هنا داخل جدران الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات اليوم الثاني من الحوار الوطني بعد انطلاقه في اليوم الأول في 5 يوليو الحالي بمشاركة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والبالغ عددهم 19 عضوا. انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني وهي تركز على 3 أمور رئيسية، وهي تشكيل اللجان النوعية واللجان الفرعية بالإضافة إلى الاستقرار على جدول أعمال الحوار الوطني للإعلان عن بدءه بين مختلف القوى السياسية. نشير في هذه النقطة تحديدا إلى أن هناك 3 لجان نوعية، وكما أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني سوف يكون هناك 3 قضايا رئيسية وهي أو 3 محاور، والمحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. سوف يتم تشكيل لجان نوعية ولجان فرعية لمناقشة هذه المحاور الـ3. اليوم هناك وسائل إعلام محلية وأجنبية تتابع فعاليات هذا اليوم الثاني من الحوار الوطني، وبعد قليل من المقرر أن يكون هناك أيضا مؤتمر صحفي يقدمه المنسق العام للحوار الوطني السيد ضياء رشوان للإعلان عن تفاصيل ما نتج عنه أو ما أسفر عنه اليوم الثاني من الحوار الوطني فيما يخص تشكيل هذه اللجان النوعية. وأشير إلى أن اللائحة التي صدرت في اليوم الأول في 5 يوليو الجاري من الحوار الوطني أصدرت المادة 18 التي نصت على اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لتشكيل هذه اللجان النوعية. أشكرك جزيلا. نحن الآن ننتظر الانتهاء من هذه الاجتماعات لبدء المؤتمر الصحفي. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية. We'll be right back.